عنده محمود شعراوي ووزيرة التنمية المحلية ومعاه الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. وأنا سعيدة وطبعا فات سفير والأخت العزيزة رامطة أبو العز. أنا عايزة بس أبتدي بإن أنا أقول يعني ده هذا المشروع نتاج تعاون مثمر وبناء بين يعني الحكومة طبعا بداية مع الوزير اللي هو محمود شعراوي. يعني دايما صراحة متعاون يعني أنا بقيت في تطوير مناطق استثمارية ومناطق حرة دايما داعم ودايما بينسق ويدعم في كل المجالات. وبالتالي النهارده تعاون مع الدكتورة ياسمين فؤاد ده يعني بيتهيألي من أهم المشاريع في المحليات لأن ده كان تحدي بنتكلم على يعني بنتكلم على البيئة حتى وتغير المناخ وده برضه مهم جدا ومن أهم يعني مؤشرات التنمية في المحافظات.